طبعا الصدفة الحلوة أن سعود الكندري جاي عنده شغل في صلالة، جاي مع زملائه، وأنا جاي صلالة والتقينا. قال لي محمد تعال روح المزرعة اللي صعدنا لها هذيك الفترة، يقصد مزرعة الكثير، مزرعة اللي في جحنين. لما جاء الحين تجنن على الجو، أول مرة أي طبعا هذه الفترة ما يكون في ضباب وايد. ها سعود متينن. طبعا هذه مزرعة جحنين، مزرعة الكثيري اللي كنا نيها، كنا نيها ما نشوف شيء، اصبعك ما تشوفه. شوفوا الان الاخضرار على مد البصر، يا الله. هذا لما نقولكم موسم الصرب، موسم الصرب طبعا لسه ما بدا، موسم الصرب يبدا لما ينتهي موسم الخريف. الحين بعد الخريف ما انتهى، فبعض الاوقات يكون الجبل مكشوف. شوفوا اغلب الاوقات يكون الجبل مكشوف، الاخضرار على مد. أخذنا هالفاكهة الطيبة من مزرعة أحمد الكثيري بمنطقة جحنين، صعدنا للجبل واستمتعنا بهالأجواء الطيبة وهالأجواء الحلوة. هذا لما نقولكم ليش موسم الصرب مميز. طبعا موسم الصرب فلكية ما بدأ، لأنه لازم ينتهي فصل الخريف 21/9، ومن ثم يبدأ موسم أجمل ألا هو موسم الصرب. أدعوكم أنكم تزوروا صلالة. ناس تعتمد أنها تي صلالة في شهر 8/7، بس جمال صلالة وجمال محافظة الظفار ابتداء من 1/9 إلى شهر 10. شوفوا الجمال، شوفوا الخضرة، ما في ضباب، ما في شيء يعيق الرؤية، تستمتع بمناظر الجميلة. فدعوة فعلا أنكم تيو لصلالة في هذا الوقت. آخ بس لو المدارس تبدأ بداية 9 أو منتصف 9، عندك دورة الكويت يبدون في منتصف 9 المدارس. بوريكم مكان، شوفوا هذا السهل، هذا السهل سهل جرزيز. سهل جرزيز قبل أسبوعين من الآن ما تلقى مكان توقف فيه، ما تلقى مكان العائلة تقعد فيه. هذا سهل جرزيز عند الأحصنة وأصحاب الأحصنة، زين. فبالتالي الأخضرار والأجواء والخريف في ذروته، ولكن للأسف الناس، عليكم السلام، الناس مضطرين أنهم يرجعوا، فتبدأ السياحة تقل، بتبدأ بعدين في ظفار موسم آخر وسياحة الشتاء. ولكن هذا الوقت، هذا الوقت حتى الأحصنة ما في غير شخص واحد يركبها، فاضيين. ماذا لو كانت الدراسة تبدأ في منتصف 9؟ لأصبح هذا المكان لين اليوم. شوفوا الحين الساعة كم؟ الساعة 5:35. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.